حلقة جديدة من سلسلة حلقات نحو الله. هبدأ النهاردة بصلاة لدينيسيوس الأريوباغي، وهو أحد الكتاب من القرن السادس الميلادي عن الثالوث. هبدأ بيها وبعد كده خلينا نمشي ونشوف الموضوع هيقودنا لحد فين. بيصلي كده دينيسيوس الأريوباغي وبيقول: أيها الثالوث الوجود الأسمى والألوهة الأسمى والصلاح الأسمى، هادي المسيحيين في حكمة السماء، قدنا للعلاء أبعد من المجهول الأسمى والنور الأسمى، للعلاء للمدى الأقصى إلى ذروة الميستيكية الكتابية القصوى، وهناك أسرار كلمة الله تبدو بسيطة مطلقة وغير متغيرة. في ألق تلك الظلمة من الصمت المخفي وبين أعمق الظلال تسكب النور الفائق على المعلنات الكبرى، وبين الأمور غير المحسوسة وغير المترائية بالكلية هي تملأ الأذهان فاقد البصر بكنوز أسمى من كل جمال. تبدو للوهلة الأولى طبعا كلمات دينيسيوس الأريوباغي هي صلاة موجهة للثالوث، ولأنه بيخاطب الثالوث في الحقيقة هو لقى نفسه مش قادر يعبر بكلمات محدودة من مفردات القاموس الإنساني عن الثالوث، فابتدى يستخدم تعبيرات بيسموها الهايبر انون أو المجهول الأسمى. يعني أنا مش عارف أعبر تعبير كامل عن الحقيقة الإلهية، فأنا بعمل دبل نيجيشن، يعني بنفيها مرتين علشان أقول هي أسمى من حتى ما نجهله فيها من الظلال بتاعتها. ده بيقول لنا إن الكلام عن الثالوث في الحقيقة مش حاجة سهلة. الحلقة النهاردة بتاعتنا هتكون عن صعوبات ممكن نكون بنواجهها كمسيحيين في التعامل مع الثالوث أو فهم الثالوث أو في استيعاب الثالوث أو في إدراك الثالوث أو في شرح الثالوث لغير المسيحيين. وطبعا لا يخفى على أحد أن كتير من غير المسيحيين بيكون عندهم مشكلة كبيرة جدا مع الثالوث، أحيانا بتبدأ بعدم الفهم وتصل أحيانا إلى السخرية من الثالوث، لأن هم بيشوفوا أنه هو ضد المنطق الحاكم في الوجود اللي احنا عايشين فيه. أنا متفاهم طبعا البعدين دول، سواء عدم الفهم أو سواء السخرية بسبب أن في مايند سيت أو منطق حاكم في الذهن من جهة تقييم الأمور. بس خلينا نفكر شوية مع بعض من منظور مختلف ونشوف إيه المعوقات أو المعوقات اللي بتخلينا نشوف الثالوث فيه صعوبة. أول حاجة هتقابلنا في موضوع الثالوث، السؤال المطروح دايما هو: الله واحد، انتوا ليه بتتكلموا عن ثالوث والله واحد؟ وطبعا الديانات التوحيدية او الديانات الموحدة دايما بتتكلم في الاتجاه دوت وبتقول ان الثالوث هو اختراع مسيحي لاحق، وهو نتاج ادب المسيحيين في القرن الثاني والثالث الميلادي، وبعد كده حصل له تطور في القرن الرابع وتثبت بهذا الشكل. وفي ناس كتيرة ماشية في الاتجاه دوت وفي السكة ديت في شرح الثالوث. بس في الحقيقة لما نيجي نتكلم عن الثالوث، أنا بشوف أن الثالوث أو السؤال عن الثالوث هو السؤال نمرة اثنين، وكأن السؤال نمرة واحد في العهد القديم اللي كان الله أو يهوه بيأسس له في وعي الجماعة اليهودية أو شعب الله، أن أنا واحد، أنا مين؟ أنا واحد. بس ده مش نهاية التحقق في ماهية الله، أنا مين؟ أنا واحد. ولكن في سؤال تالي بدأ يظهر أو يبان لما تجسد يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد أو ابن الله، بدأ يسأل مين هو الله الواحد ده. فهما مش سؤالين متضادين، هما سؤالين متكاملين. السؤال الأولاني مرتبط ب أنا مين، أنت الله إله واحد، وهنشوف بعد شوية يعني إيه إله واحد. والسؤال الثاني طب أنت إله واحد، يعني إيه إله واحد؟ فبدأ يظهر أو بدأ يستعلن لنا مفهوم الثالوث. الحاجة التانية لازم ناخد بالنا منها ان احنا لم نخترع الثالوث، وفي الحقيقة لو احنا اخترعنا الثالوث هيكون موقف مش موفق قوي من المسيحيين، لان طبعا الاتاك اللي حصل على المسيحية بسبب الثالوث لا تخفى على احد، والتحدي الذهني والصعوبة اللي بيجدها غير المسيحي في التعامل مع الثالوث لا تخفى على احد. فانا لو بعمل ديانة او بعمل تصور لاهوتي مقبول من غير المسيحيين، فبالتأكيد مش الخيار الأول بتاعي هيكون الثالوث. أمال إحنا ليه اتكلمنا عن الثالوث؟ في الحقيقة الثالوث مش عقيدة قدمت لينا بشكل نظري في كتاب، ولكن حدث استعلن لينا في تاريخ الخلاص. يعني لما حصل
المسيح راح ليوحنا المعمدان وقبل أن يعمد يسوع المسيح، فتقال كده متى 3 أن الوقت وصاعد من الماء السماء انشقت وروح الله ظهر كحمامة وصوت من السماء قال هذا وابني الحبيب الذي به سررت. فإحنا هنا قدام مشهد ثالوثي، مش كتاب يتحدث عن فكرة ثالوثية. فالثالوث بالنسبة لنا هو استعلان حدث، إحنا وقفنا كده شفنا الابن اللي طلع من المية ورصد لنا أو استعلن لنا أو دون لنا المشهد بتاع صوت الآب والروح القدس الذي يحل على الابن في مشهد ثالوثي بديع. والكنيسة بدأت تحتفل باليوم ده سميته عيد الإبيفانيا أو عيد الاستعلان الإلهي أو عيد الظهور الإلهي. فهو السؤال نمرة 2، من هو الله؟ هو يهوى الواحد، ولكن نريد أن نعرف أكثر عن الله الواحد، نريد أن نتعمق أكثر في علاقة أو في شركة مع الله الواحد. فكانت الإجابة هي الله الواحد ده هو الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. في سفر التثنية هنلاقي أن قانون الإيمان اليهودي اللي بيسموه الشمع أو الشمع اليهودي اللي بيبدأ في تثنية 6-4 وبيقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، وبعد كده بيكمل تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك. فاليهود خدوا الفكرة الأساسية ديت وقالوا بما أن الإعلان الإلهي قائم على وحدانية الله فده يكون قانون الإيمان بتاعنا. وبرضو لا يخفى على أحد أن الاستعلان اليهوي دوت طلع وسط تعددية وثنية كانت سيدة في كل حتة، وكأن الله بالإعلان ده بيقول بصولي كأنا الوحيد. الوحيد هنا تعني إيه؟ تعني وحدانية المصدر، تعني وحدانية الغاية، ممكن تعني أيضا التمايز أو التفرد عن الآخرين، تعني الوحدانية في العلاقة مع الخارجين، تعني عدم الانقسام، تعني عدم التكاثر. فالوحدانية هنا مش بتعني بالضرورة الرقم الحسابي اللي هو واحد، ولكن ممكن تؤخذ على محامل عدة. فالمصدر الوحيد للحياة هو أنا، الغاية الوحيدة للحياة هي أنا، أنا لا يوجد في انقسام داخلي لأني واحد، أنا لا يمكن أن أتكاثر لأني كامل، أنا المتفرد عن كل ما تدعى آلهة. كل آلهة الأمم شياطين، يعني هي درجات أدنى من الأفكار تخلقت وحولت الأفكار ديت إلى تصورات عن آلهة، بس هي مش آلهة حقيقية. المنطق الحاكم لنا في التعامل مع الثالوث حتى في التعامل مع نص التثنية دوت هو منطق بيقول لي أن الله واحد، مش بالمنطق الحسابي أو العددي، مش بالأفكار اللي أحيانا بتراودنا بالجمع والضرب والطرح بتاع الثالوث والوحدانية. في الحقيقة مش ده الوعي المسيحي، وللأسف في ناس بتستخدم الطرح ده علشان تسخر من الوعي الثالوثي المسيحي. طبعا الكلام دوت محتاج تفصيل أكتر بكتير، بس ده مش مجالنا النهاردة. هو وحدة المصدر، وحدة الغاية، التفرد الكامل، التمايز الكامل، عدم الانقسام، عدم التكاثر، وغيرها من المفاهيم اللي تعبر عن الوحدانية. هقف هنا النهاردة، والمرة الجاية هنكمل في الصعوبات اللي ممكن نلاقيها أو تواجهنا في فهم إشكالية أو فهم الثالوث اللي بيخليه بالنسبة لنا إشكالية أحياناً، وبيكون إشكالية لكتير من الناس.